بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، اهلا وسهلا بكم. محاضره جديده من محاضرات الفصل الرابع. احنا وصلنا لكم المحاضره الرابعه من محاضرات الفصل الرابع، لان كنت مصور ثلاث محاضرات وتوقفت وانتقلت على الوراثه. هسه صار من الضروري شنو اكمل اللي هو الفصل الرابع حتى يصير ضمن قائمه التشغيل اللي هو محاضرات الفصل الرابع، وراها انه نكمل الفصل الخامس. هسه الطالب راح يقول الاستاذ صارت خربطه بالقناه او كذا، لا، انت ادخل على قوائم التشغيل راح تلقى كل شيء واضح قدامك، انتبه عليه. يقول مفاهيم التكوين الجنيني الاساسيه. مفاهيم التكوين الجنيني الاساسيه، يقول ان التكوين الجنيني لا يتوقف عند نهايه كل مرحله من مراحل التكوين، بل يستمر في المرحله التاليه. اليوم هسه مثلا انت طالب صف سادس، انت بقيت، نعتبر كلمة طالب هي تكوين جنيني. انت من نجحت من الاول ابتدائي ما توقف عندك، يعني ما توقفت عندك كلمة طالب. ومن الثاني والثالث والرابع لحد ما وصلت للسادس اعدادي انت شي يقولوا لك طالب. فالتكوين الجنيني ما يتوقف بمرحلة، وانما يستمر عليه من على المرحلة التي تليها. تمام؟ هسه انت حتى ان شاء الله من راح تنجح من السادس تروح الكلية راح يسموك شنو؟ طالب. انتبه عليه. عاد يقول اول شيء من يعني انه التكوين الجنيني، يقول ولتوضيح التكوين الجنيني فقد قسمه كالتالي. تبع عليه، تقسم التكوين الجنيني شنو كالتالي. اول شيء يقول تكوين الخلايا الجنسيه. تكوين شنو الخلايا الجنسيه؟ يقول نشأت المناسل وتكوين الخلايا الجنسيه فيها، حيث تتكون الانثويه شنو البويضه، والذكرية شنو الحيوان المنوي. ما فهمت استاذ شنو المقصود به هنا. هنا يقول تكوين الخلايا الجنسية والأخصاب. تكوين الخلايا الجنسية والأخصاب، يقول بالبداية لازم أنا عندي نشأة المناسل، يعني إذا ذكر لازم شي يكون الخصية. الخصية ايش تنطيني؟ تنطيني نطف. إذا مبيض راح يشنطيني بيوض. فهنا يقول نشأة المناسل وتكوين، هسه المناسل تكونت عند مراحل تكوين الجنين اللي هي من الخصية والمبيض. الخصية شو تكون لي؟ النطفة. والمبيض شو يكون لي؟ البيوض. صار واضح؟ النقطة الثانية شو يقول؟ يقول إنتاج الخلايا الجنسية عند اكتمال النمو الجنسي للفرد. لا تسألت من قبل شوي قلت باولي راح اسالك سؤال وتجاوبني. هسه مثلا واحد صار عنده ولد اجى للدنيا، طفل صغير قلنا عليه هذا ولد، هو تكونت عنده خصيه لو ما تكونت؟ اي استاذ تكونت، يعني تكونت عنده الخصيه، والخصيه مسؤوله عن تكوين النطف، بس ايش وقت راح تكون النطف؟ عند البلوغ. هنا يقول انتاج الخلايا الجنسيه يعني ورا ما يبلغ، عند اكتمال النمو الجنسي للفرد، نسميه النضج الجنسي، يعني اول شيء نشاه المناسل. انه بيقول يا استاذ عندي مناسل خصى ومبايض، الخصى عن النطف والمبايض عن البيوض، وراها انتاج الخلايا الجنسيه ايش وقت؟ بعد النضج الجنسي. زين، نضج جنسي، واكو بنيه ثانيه هم نضجت شنو جنسيا، راح يتزوجون، ايش راح يتحد؟ ان الحيوان المنوي ويا من؟ ويا البيضه. فش يقول؟ يقول اتحاد البويضه بمن؟ بالحيوان المنوي، بعمليه الاخصاب. بعمليه شنو؟ الاخصاب وانتاج البيضه المخصبه. زين، لو بعد ايش يقول؟ يقول ولا يعتبر الاخصاب نهايه لعمليه التكاثر الجنسي، وانما هو بدايه لسلسله من التغيرات المنظمه والمعقده التي تنتج فردا جديدا يعود للنوع نفسه. شلون؟ تعال هنا. جماعه الوراثه هذا راح يتحمل اخر ملف، المسحه ما نحتاجه. انتبه عليه. هنا أنا مثلا هذا فرد، هذا ذكر. الذكر عمره هنا ايش قد؟ خلينا نقول شهر. العمره شهر، ايش عنده؟ خصيه. صح ولا لا؟ الخصيه مسؤوله عن تكوين شنو؟ النطف. النطف، وش حكايه؟ وهاي بنيه عمرها ايش قد؟ هم شهر، مسؤولة عن تكوين، يعني شنو عتها؟ عتها مبيض، والمبيض راح شي يكون لي البيضة. زين، بالك وياي؟
زين استاذ البيضه شو وقت راح تتكون هنا؟ البيضه شو وقت بعد شنو؟ بعد النضج الجنسي، بعد النضج الجنسي، وهذا نفس الحاله بعد النضج الجنسي راح يصير عندي تزاوج، راح يتزوجون، راح يصير عندي عمليه اخصاب. شنو عمليه الاخصاب؟ هاي النطفه راح تتلقح، تلقح البيضه، النطفه هاي تبع عليه راح تتلقح، راح تلقح البيضه. من راح تلقح البيضه بيقول ما يتوقف التكوين الجنيني، هاي راح تعاني سلسله من الانقسامات، سلسله من الانقسامات، بحيث يتكون لي بالاخير فرد يشبه من هو؟ يشبه الابوين. صار واضح؟ شوف تعال خليني ارجعك فد قضيه مهمه. هسه احنا كملنا بيضه مخصبه، لو ما كملناها استاذ كملنا البيضه المخصبه وانتهى الموضوع. لا راح اقول لك ما انتهى، انا عندي انقسامات. الانقسام شو اسمه؟ التفلج. التفلج جاي من 2014 مكرر لحد 2016. عرفوا التفلج، عرف شنو هو التفلج. هسه انا وصلت للبيضه المخصبه، البيضه المخصبه. تقول لي استاذ التفلج هو سلسله من الانقسامات الخيطيه الاعتياديه، هو سلسله من الانقسامات الخيطيه الاعتياديه. هاي هنا اقدر اجيب لك اياها شنو؟ صحح الخطا او اختار بين الاقواس. التفلج يعتبر من الانقسامات المباشره الغير مباشره، او شنو نسميها احنا؟ الاختزاليه. تقول لي استاذ من انقسام الغير مباشر اللي هو من هو؟ الخيطي الاعتيادي، او يقول يعتبر من انقسام اللا خيطي او الخيطي او الاختزالي، او يقول لك الاعتيادي او اللا خيطي او شنو الاختزالي. انت شو تشلب بالاعتيادي او الخيطي؟ زين فهو يقول سلسله من الانقسامات. هاي الخليه بيضه شنو مخصبه، راح تنقسم انقسام شنو؟ اعتيادي. انقسام تبع عليه اعتيادي، هي هسه خليه لو مو خليه؟ خليه. يقول والتي تبدا من البيضه، بدت من البيضه المخصبه، حيث تنقسم المن الى خليتين، هاي خليه وهاي خليه. كل خليه راح شو اسميها؟ فلجه. شو اسمها؟ فلجه. فصار عندي فلجتين، صار عندي شنو؟ يعني خليه انقسمت خليتين، الفلجه انقسمت فلجتين، تمام؟ ثم اربع فلجات، واحد اثنين وهاي اثنين، صار قد عندك كم فلجة؟ أربعة. النوبة قد كل وحدة تطلع الدم من عندها قد؟ اثنين. النوبة ثمان فلجات، وهكذا اللي هي شنو عملية الانقسام. زين لا خيط الاعتيادي يقول إلى ثمان فلجات، وبتكرار الانقسامات تتحول البيضة المخصبة المن الى كره من الخلايا تدعى الاريمه. انتم سمعتوا الكره؟ هي كره، كره من الخلايا تدعى شنو؟ الاريمه. زين تعال هسه راح ارجعك على السبوره حتى نفهم. لازم احنا شنو نفهم؟ انا ايش عندي تبع علي؟ عندي بيضه مخصبه شباب، بس بالك وياي. ايش عندي؟ عندي بيضه مخصبه. شغل مخك. هاي شنو؟ بيضة مخصبة. تتذكرها كانت البيضة المخصبة ثنائية المجموعة الكروموسومية، صح لو لا؟ بين قوسين هي خلية، راح شو اسميها؟ اسميها فلجة. راح شو اسميها؟ فلجة. راح تعاني شنو انقسام شنو؟ اعتيادي. صارت عندي كم خلية؟ خليتين، سميتها فلجتان. زين والفلجتان كل واحدة راح تنقسم شنو؟ انقسام اعتيادي. قد راح تصير عندك اربع فلجات هنا، اربع فلجات. النوب كل واحدة راح تنقسم، تنقسم اعتيادي. قد راح يصير عندي اللي هو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، صار عندي ثمان فلجات. تبع علي، بالك وياي، خلي بالك وياي، شغل دماغك. التفلج شنو هو؟ يقول وهي عملية انقسامات اعتيادية أو سلسلة من انقسامات الاعتيادية، تبدأ من البيضة المخصبة حيث تنقسم المن إلى فلجتان، إلى خليتان، ثم إلى أربع فلجات، ثم المن إلى ثمان فلجات، ثم
تصبح شوف شوف تصبح مجموعة من الخلايا بشكل شنو؟ كرة. تصبح مجموعة من الخلايا بشكل شنو؟ كرة. تصبح مجموعة من الخلايا بشكل شنو؟ بشكل كرة. بشكل شنو؟ كرة. خلي اكتبها. يقول ثم تصبح مجموعة من الخلايا شنو بشكل كرة تدعى فراغ. شو اسمها هالفراغ؟ هاي الكرة شو اسمها؟ تعال نرجع للملزمة. تعال قلت تدعى شنو الأريمة. حلو، صار عندي تعريف الأريمة. هو شنو الأريمة؟ يقول تبدأ هي شنو التركيب أو كروية تكون من مجموعة من الخلايا ناتج منين؟ من القسامات الاعتيادية المن للبيضة المخصبة. تمام، هاي شو اسمها الأريمة. تعال أرجع لك هنا، شو اسمها هاي؟ تدعى الأريمة. شو تدعى الأريمة؟ تعال أرجعك المن للملزمة حتى من تقرأ تفتهم. يقول هاي الأريمة هي كرة طوبة. هي شنو طوبة؟ تعال شوفك. فرضا هاي هذا عندي شنو؟ هاي أريمة كرة مجموعة منين؟ من الخلايا. شو يقول؟ يقول مرات تكون جوفاء. جوفاء شنو يعني؟ فارغة. جوفاء شنو؟ فارغة. انتبه عليه. يقول تكون جوفاء سمكها خلية واحدة في حيوان الرميح الذي هو مين؟ من الحبليات الأولية. باوع هي جوفاء مجوفة بس السمك مالتها يعني القشر مالتها شقد؟ كم طبقة؟ خلية واحدة. زين، خلية شنو؟ واحدة، كما في الحبليات الأولية اللي هو من هو؟ الرمح. زين، تعال أوضح لك إياها بالرسم. أوضح لك إياها بالرسم. هاي الأريمة هنا، انتبه عليه. الأريمة يقول أول شيء أستاذ قد تكون شنو؟ جوفاء سمكها شنو؟ خلية واحدة. جوفاء يعني مجوفة. شلون استاذ؟ يعني باوع هاي هيك صايرة كرة من الخلايا. باوع لي شلون صايرة؟ شقد السمك مالتها؟ كم خلية؟ خلية واحدة. سمكها شقد؟ خلية واحدة. هاي خلايا بس من جوا جوفاء لو مو جوفاء؟ استاذ جوفاء، صح لو لا؟ مثل من هذا مطيك. يقول كما في، كما في، خل اغير لك اللون. تقول استاذ كما في حيوان الرمح، كما في الرمح، كما في الرمح وهو من الحبليات الأولية. سهلة لو صعبة؟ سهلة. زين، نرجع للملزمة. شو يقول؟ يقول هسا قلنا احنا او تكون كرة جوفاء او كرة نصف جوفاء سمكها شقد؟ عدة خلايا كما في البرمائيات اللي هو من هو؟ الضفدع. شنو يعني؟ هي طوبة بس نصها مجوف والنص الثاني شنو؟ مملي. بس السمك مالتها مو خلية واحدة، عدة خلايا. شوف يقول سمكها شنو؟ عدة خلايا. تعال نرجع هنا للملزمة، العفو للصبورة. يقول قد قد تكون شنو؟ كرة نصف جوفاء سمكها عدة خلايا. شلون يعني استاذ؟ باوع لي هسه نصف جوفاء هذا شوف انتبه لي سمكها شنو؟ عدة خلايا. سمكها شنو؟ عدة خلايا. انتبه لي بس راح احدد لك اللون مالته. باوع هسه هاي كرة صح ولا لا؟ شوف النص مالتها شنو؟ مجوف. زين، بس باوع السمك مالتها شنو؟ عدة خلايا. عدة خلايا. هسه هاي كانت هي كرة
بس الكرة مجوفة لو مو مجوفة؟ مجوفة. وسمكوها ايش قلت؟ خلية واحدة. هنا استاذ لا، نصف جوفاء وسمكوها عدة خلايا. تقول لي كما في الضفدع، كما في منو الضفدع استاذ؟ كما في الضفدع اللي هو ينتمي المن للبرمائيات. سهلة لو صعبة؟ سهلة. نجي للثالثة، أشكال العريمة، انتبه عليه. تقول الأستاذ شوف، يقول أو تصبح العريمة مجموعة من الخلايا على شكل شنو؟ قرص جرثومي. قرص شنو جرثومي؟ يعني دائرة، شلون الصينية؟ قرص جرثومي مو كرة، صار شنو؟ قرص جرثومي مستقر على أحد أقطاب البيضة كما في الزواحف والطيور. باول يقول قد تكون بالك ويال، قد تكون شنو على شكل قرص شنو جرثومي، على شكل شنو قرص جرثومي. شنو هذا القرص الجرثومي؟ انتبه عليه. هذا القرص الجرثومي يقول يا استاذ تصير على شكل شنو قرص جرثومي. هذا القرص يعني هسه انت كانما قرص ما سيدي هيك خاله، وراح اقلب لك اياه هيك. تقول على شكل شنو قرص جرثومي، انتبه عليه. ايش قايل لي؟ يقول استاذ تستقر وين؟ عند احد اقطاب البيضه. يقول تستقر عند احد اقطاب منو البيضه. شباب يا بيضه راح تستقر عليها؟ يقول تستقر عند احد اقطاب البيضه. باوع البيض، البيض هذا الطق، البيض العين، البيضه مو بها هيجي، هاي مو بيضه. هذا القرص وين راح يستقر؟ عند احد اقطاب البيضه، لو القطب خلينا نقول الشمالي، لو القطب الجنوبي، كما في الزواحف او الطيور. تمام. هسه انتبه عليه السؤال هنا شو راح يجيك. يقول لك سؤال كيف تميز بين الأريمة في كل مماياتي؟ ينطيك مثلا الحبليات، الضفدع والبرمائيات. إذا قال لك بالحبليات يقول لي ساعات تكون كرة جوفاء سمكها خلية واحدة، هنا نصف جوفاء سمكها عدة خلايا، هنا على شكل قرص جرثومي يستقر عند أحد أقطاب البيضة. زين. أو يقول لك مثل لكل مما، لكل مما يأتي، مثل لكل مما يأتي. أريمة شنو سمكها خلية واحدة جوفاء على شكل كرة جوفاء سمكها خلية واحدة، أو كرة نصف جوفاء سمكها عدة خلايا، أو على شكل قرص جرثومي. فتجاوبه شنو إذا قال لك كرة جوفاء؟ تقول له شنو اللي سمكها خلية واحدة؟ تقول له حبليات. نصف جوفاء الضفدع، اللي قرص جرثومي اللي هو منو عندك؟ الزواحف والطيور. صار واضح؟ هي هاي بالنسبة شنو للأريمة. نجي هنا نسموه النقطة الثالثة. هسه احنا شنو موضوعي؟ مفاهيم التكوين الجنين الأساسية. عندي تكوين خلايا الجنسية التفلج، وعندي شنو التمعد. شنو التمعد؟ يقول تكوين الطبقات الجرثومية. شنو تكوين الطبقات الجرثومية؟ شباب احنا هسه الجسم مالتنا الجلد بيه طبقات لو ما بيه طبقات؟ استاذ بيه طبقات، بيه لو ما بيه؟ بيه. بس احنا من بعدنا من كنا بيضة مخصبة وصرنا مجموعة من الخلايا راح تبدأ تتكون عندي شنو الطبقات هاي اللي هي طبقات الجلد، وهسه راح افهمك عليه. تمام. يقول هي عمليه تنظيم الخلايا. عمليه شنو تنظيم الخلايا؟ نتيجه الحركات المكونه لمن؟ للشكل. احنا شنو الخلايا مو كانت على شكل كره او شكل قرص جرثومي، راح تبدا تتحرك راح تكون شنو انه راح يتكون عندي شنو الشكل. فهاي سميتها تنظيم الخلايا نتيجه الحركات المكونه لمن؟ للشكل. فيصبح الجنين في هذه المرحلة بشكل تركيب شنو خلوي معقد يدعى شنو المعدة. زين. يكون ثنائي الطبقة، شوف تقسم إلى قسمين المعدة. يكون ثنائي الطبقة الجرثومية في أجنة شنو اللافقريات، من هو اللافقريات والحبليات الأولية، حيث يتكون الجنين فيها من طبقتين، الأديم الظاهر والأديم المتوسط الباطن. انتبه عليه، انتبه عليه. هسه راح ارجع هنا لموضوع شو اسمه الاريمه. شو اسمه
العفو المعيدة اللي هو شنو التمعد. يقول تركيب خلوي معقد يكون الجنين شنو مكون من تركيب خلوي شنو معقد نتيجة لتنظيم الخلايا المن للحركات المكونة المن للجسم. هذا التعريف مالته تمام. وراح تكون عندي اني عندي نوعين من الأريمة تبع عليه. عندي اول وحدة شي يقول عليها، يقول ثنائية الطبقة الجرثومية. ثنائية شنو الطبقة الجرثومية؟ ثنائية الطبقة الجرثومية، ثنائية الطبقة الجرثومية راح تتكون من شغلتين، تتكون من ألف وباء يسموه الأديم الظاهر، واثنين يسموه الأديم المتوسط، من هو يسموه الباطن. باولي عندي الأديم الظاهر وأديم المتوسط الباطن. شوف أنا مثلا عندي فد شخص، عندي شنو شخص، هذا الشخص متكون من طبقة تبع عليه، طبقة هاي خارجية، طبقة شنو خارجية، خلينا نقول الجلد زين، هاي طبقة شنو خارجية، هاي الطبقة الخارجية راح أسميه أديم شنو ظاهر، يعني ظاهر خارجي، وهاي الجوة شوف ليها هاي الجوة هاي راح اسميها شنو قديم باطن، واكو بيناتهم فالطبقه بالنص بين القديم الظاهر والقديم الباطن، فراح شو اسمي هذا القديم المتوسط. القديم من هو المتوسط. هسه اصبع انا عندي ثلاث طبقات، قديم ظاهر وجوا شنو المتوسط، وجوا المتوسط شنو الباطن، يعني ثلاث طبقات، واحدة اثنين ثلاث. شباب راح اسالك سؤال، انا عندي يقول هنا انا شنو ثنائية الطبقة الجرثومية، هاي الطبقة الجرثومية مين متكونة؟ متكونة من هذا اللي هو شنو اول طبقة راح اسميها قديم ظاهر، هذا شنو قديم ظاهر. يقول هو هذا بس طبقتين بي، والطبقة الثانية اللي هي اصلها من هو هاي، هاي المتوسط. يقول القديم المتوسط هاي خلاص، انتبه لي هاي الكلمة راح أقولها، هذا قديم ظاهر لأن ظاهري، وهذا هو المتوسط بصار إلمن على البطن على التجويف البطني، فراح شو أسميه القديم المتوسط الباطن. لو موجود القديم الباطن فهذا أسميه بس القديم المتوسط. فهمت شلون؟ يقول كما في من هو يقول مثل لمعيدة ثنائية الطبقة الجرثومية، تقول الأستاذ كما في اللافقريات والحبليات الأولية. احنا الحبليات الأولية أخذناها مرتين اللي هو شنو الأريمة اللي شكل كرة سبكها خلية واحدة، وشكل شنو المعيدة، مثل يعني مثلا لمعيدة ثنائية الطبقة الجرثومية تقول لي شنو كما في اللافقريات والحبليات، مما تتكون طبقة الحبلية العفو الأريمة في الحبليات، العفو المعيدة في الحبليات واللافقريات، القديم الظاهر والقديم المتوسط شنو الباطن. تعالوا نرجع على النقطة الثالثة، يقول كما تكون المعيدة ثلاثية الطبقات في أجنة الحبليات الأخرى. احنا ما أخذنا الحبليات الأولية، أكو حبليات غيرها أخرى، ثلاثية الطبقة شنو يقول تتكون أجنتها من طبقة القديم الظاهر والقديم المتوسط والقديم المتوسط الباطن. شوف هاي كلها فراغات وزارية، تعال خلي هنا بالك وياي النقطة ثلاثة، يلا النقطة العفو اثنين. يقول شنو معيدة ثلاثية الطبقة الجرثومية،
تتكون من ثلاث طبقات، بالك تتكون من ثلاث طبقات. هاي الثلاث طبقات، اول وحده يسموه الاديم المتوسط، شو اسمه الظاهر، هذا راح ارسمه، شوف بالاصفر هذا من هو الاديم المتوسط الظاهر، وعند اثنين اعطيك اياه بغير لون. هاي النقطه الثانيه الاديم المتوسط، بس ما قال الباطن، باوع الاديم المتوسط. الاديم من هو المتوسط، هذا الاديم المتوسط تمام. والنقطه تبع عليه ثلاثه الاديم شنو الباطن، هذا الاديم الباطن راح احط لك اياه باللون الابيض. هاي شنو اللون الابيض؟ اعطيك اياه بهذا اللون، هذا الاديم من هو الباطن. فهاي يقول معيده ثلاثيه الطبقه الجرثوميه تتكون من ثلاث طبقات، اديم ظاهر واديم متوسط واديم شنو باطن. اديم ظاهر واديم متوسط واديم شنو باطن. استاذ ليش هذا قلت اديم ظاهر والاديم المتوسط شنو الباطن؟ باو عليه انت صاير اخر طبقه من الجسم سميناه شنو الباطن، بس لا هذا اكو طبقه ثالثه سميتها الاديم الباطن. يقول كما في الحبليات الاخرى، يقول لي كما في الحبليات الاخرى، الحبليات الاخرى اللي هو من هو الفقريات. صار واضح؟ هاي مفاهيم تكوين الجنين الاساسيه، هسه كملت لكم اياها. شنو اللي عندي هسه؟ عندي انتبه عليه، عند اللي بعدها يقول التمايز. شنو التمايز؟ يقول يتحدد مصير الخلايا في هذه المرحله لتسلك اتجاهات معينه. هسه احنا اخذنا شنو باوع، اخذنا اللي هو تكوين خلايا الجنسيه، اخذنا التفلج، اخذنا الاريمه، واخذنا شنو التمايز. هسه هنا يقول بتحديد مصير الخلايا في هذه المرحله لتسلك اتجاهات شنو معينه في عملية التكوين الجنيني، فيحدث تمايزا في شكل الخلايا يتناسب مع نوعية الوظيفة التي تؤديها الخلايا. فالخلايا العصبية تختص بنقل السيلات العصبية، لذا يحدث فيها شنو تمايز نسيجي زين، ويتمثل بامتلاكها آلية أداء الوظيفة من خلال المحور والتشجرات. التمايز احنا ماخذيه، التمايز احنا ماخذين يعني محاضره كامله على التمايز. التمايز انه هنا كل خليه جرثوميه اللي هي كانت ما متخصصه راح تتخصص وتاخذ شكل يناسب شنو الوظيفه المعينه. مثلا الخلايا فرضا خل احكي لك اياها على الخلايا العضليه، العضليه تكون مغزليه او تكون مستدقه النهايات والى اخره، او اسطوانيه كالخلايا الهيكليه، خلايا العضليه الهيكليه، او تكون شنو اسطوانيه متفرعه النهايات مثل خلايا منو العضليه القلبيه. هنا شو يقول؟ يقول خلايا العصبيه هنا من راح يصير بها تمايز راح تتكون، تكون التشجرات والمحور اللي هو المحور تتذكرها اللي ذن متخصصات بنقل السيلات العصبيه زين. التعضي، شوف هسه شنو التعضي، يعني مجموعه من الخلايا راح تكون شنو اعضاء. يقول وهي مرحلة نمو الجنين وانتظام خلاياه بشكل أنسجة، بشكل شنو أنسجة، يعني النمو الجنين والخلايا مالته كانت انه ما منتظمة، هسه راح تنتظم بشكل شنو أنسجة. والأنسجة احنا مو قلنا بالفصل الأول الخلية مجموعة من الخلايا شو تكون عندي أنسجة، ومجموعة من الأنسجة راح تكون عندي عضو، ومجموعة من العضو راح تكون عندي جهاز، ومجموعة من الأجهزة تكون عندي جسم كائن حي. هنا اول شيء يقول، يقول هاي الخلايا راح تنتظم على شكل شنو انسجه، والانسجه على شكل شنو اعضاء، وذلك من خلال حدوث شنو عمليه التمايز العضوي خلال فتره التكوين الجنين، حيث تتميز الطبقات الجرثوميه الثلاث، شوف الى اربع انواع رئيسيه من الانسجه، وهي الظهاريه والضامه والعضليه والعصبيه. يا هي الطبقات، شوف يا هي الطبقات الجرثومية الثلاثة الرئيسية، الأديم باولي بخلي أفهمك هنا. شوف شوف إيش عندي أني، عندي هنا هذني ذني، شوفن هاي الأديم المتوسط الظاهر، العفو هذا الأديم الظاهر، هذا الأديم الظاهر والأديم المتوسط والأديم منو الباطن، الأديم الظاهر والأديم المتوسط
والأديم المتوسط من هو الباطن. انتبه عليه، هذا الأديم الظاهر شنو راح يصير بيه؟ بالك وياي، راح يصير بيه هو والمتوسط والباطن، انتبه عليه. هذا تعرف ايش راح يصير بيهن؟ راح يتكون الى اربع انواع من الانسجه الرئيسيه، احنا ماخذين فصل ثاني اللي هو النسيج من هو الظهاري والضام والعضلي شنو والعصبي. فهاي طبقات الجسم راح تتكون لمن؟ الى انسجه متخصصه، انتبه عليه، راح تكون لمن؟ الى انسجه متخصصه. هذا تعريف شنو التعضي، هي مرحله نمو الجنين وانتظام خلاياه. عرف لي التعضي، مرحله نمو الجنين وانتظام خلاياه بشكل انسجه، والانسجه لمن؟ الى اعضاء، تمام. يقول وحدوث التمايز خلال فترة تكوين الجنين، حيث تتميز الطبقات الجرثومية الرئيسية أو الثلاث إلى أربعة أنواع شنو رئيسية من الأنسجة، وهي الظهارية والضامة والعضلية والعصبية. صار واضح؟ إذا جبت لك سؤال ما مصير شنو الطبقات الجرثومية الثلاثة اللي هو الظاهر والمتوسط والباطن، شنو مصيرهن ذني؟ راح تقول لي استاذ راح تتحول الى انسجه ظهاريه وضامه وعضليه وعصبيه، تمام. ما منشأ الانسجه الحيوانيه؟ شوف هذا السؤال جايك بياسنه ب 2013 دور الاول، تقول لي من تمايز الطبقات الجرثوميه الثلاثه، ذنت مو الطبقات الجرثوميه تميزت، فراح شو تكون لي؟ تكون عندي اللي هو الانسجه. زين، هذا خلصناه، هذا تعريفه اللي هو ضمن شنو التعضي. مرحلة ما بعد الفقس، انتبه عليه، مرحلة شنو ما بعد الفقس، يعني خلينا نقول بيضة فقست، خلينا نشوف شنو اللي راح يصير وراها. هسه احنا تكون عندي جنين وجابته جل الدنيا، يعني ما بعد الولادة خلينا نقول. قول وهي المرحلة التي يخرج فيها الجنين من البيضة، كما في معظم الأسماك وجميع البرمائيات ومعظم الزواحف وجميع الطيور وبعض الثدييات الأولية. عرف مرحلة ما بعد الفقس، وهي المرحلة التي يخرج فيها الجنين من البيضة، مرحلة التي يخرج فيها الجنين منه من البيضة، وتعدد لك كما في معظم الأسماك زين وجميع البرمائيات ومعظم الزواحف وجميع الطيور وبعض الثدييات الأولية، أو خروج الجنين بالولادة كما في بعض الأسماك وبعض الزواحف ومعظم الثدييات. متفقين عليها؟ يعني انه هذا الجنين سواء يطلع من البيضه او ينولد طبيعي. زين، وبنهايه هذه المرحله تبدا عمليه شنو؟ النضوج الجنسي للفرد. هسه الجنين اجى للدنيا طفل، صار وراها يبدي يكبر شوي، يصير عنده شنو؟ النضوج الجنسي لمن؟ للفرد، والتي تنتهي بحيوانات وناضجه جنسيه ذكور واناث يتزاوجون مره اخرى، وهكذا تبدا عمليه شنو؟ التكوين الجنيني. خلصت محاضرتي وياكم، وتعالوا المحاضرة اللي بعدها، وفي أمان الله وحفظه.